نت ميك ليفر اللي هو يسموه جوز البول يكون يعني منقط بهذا الشكل. التنقيط هذا كل نقطه من هذه الدارك براون بيجمنت هي سنترال فين، والسبب انه ريتينشن اوف ذا بلاد فروم ذا رايت سايد اوف ذا هارت. احنا نعرف البلاد يدخل للليفر بعدين يطلع للانفير كيبا ويصعد الى الرايت سايد، فاذا اكو مشكله في الرايت سايد اوف ذا هارت او في اللانج، اللانج وين تنعكس؟ تنعكس على الرايت سايد اوف ذا هارت. اذا مشاكل فايبروسس مثلا، يعني هسه المشاكل اللي عندهم حتى بالتشيست وول ديفورميتي، اكو تشيست وول ديفورميتي ممكن تعكس لنا على الريسبيراتوري فانكشن حتى، يعني يقل الفانكشن اوف ذا لانج، بالتالي تنعكس على اللانج فانكشن، تنعكس على الرايت سايد اوف ذا هارت، وين تنعكس على الليفر، فبالتالي ذيس هيتمج ليفر كاركترايز باي ذا مالتيبل براون بيجمنت ذات انديكيت ذا ريسك اوف ذا كونجستشن اوف ذا سنترال فين. هذه المساله اذا استمرت لفتره طويله سنتين خمسه عشره ممكن تعطينا دمج اكبر للليفر. كانوا سابقا والى الان يسموه كاردياك سيروسس، يسمى كاردياك سيروسس لان المشكله في الدمج في الليفر اصلها من الكاردياك، مشكله في الهارت انعكست على الليفر يسموه، لكن هي مو سيروسس، هو الاسم خطا، هو مو سيروسس لان ما في نوديول وما في فايبروسس وكل الفيتشرز اوف ذا ثري فيتشرز اوف ذا سيروسس ما موجوده. والثري فيتشرز هو اولا اكستنسيف دمج اوف ذا اول بارينكيوم اوف ذا ليفر، وثانيا تكون النوديولز والفايبروسس ذات سيركل ذا نوديولز. هذه الثري فيتشرز ما موجوده في الكارديك سيروسس، لكن يسمى كارديك سيروسس خطا، هو مو كارديك سيروسس، هو كونجستشن اوف ذا ليفر اندر ذا انفلونس اوف ذا رايت هارت فيلر. مثل ما تكلمنا الليبر يحتاج الى يعني فتره اطول لكثير من المناقشات، كثير من الديزيز ما مرينا عليها ترى بالباثولوجي صراحه، يعني مو تدرسوها بالباطني والجراح يقول ما اخذنا شيء بالباثولوجي، ما عندنا الوقت الكافي، هنا ساعتين المفروض ينطي ست ساعات ثمان ساعات عشر ساعات حتى نناقش. منها الهيموهيدروسيس. الهيموهيدروسيس هو تجمعات للحديد والايرون في الهيباجوسايت. ليش تجمعات؟ شلون تجمعات؟ شنو القصه؟ وين المشكله؟ يعني هذه في الباثوجينيسيس لها مشاكل كثيره، لكن اللي يهمنا الان نشوفه انه الهيباتوسايت على حالها قاعده ما بيها مشكله سانسوري وما فيها اي سلاستيك تشينج، فقط فيها البراون بيجمنت بهذا الشكل، تجمعات الحديد اكثر من اللازم، اغلبها اغلب الهيموسيدروسيس ريليتد تو ذا ديفكت ان ذا انتستينال ابزوربشن، اكثرها زياده مشكله في الابزوربشن اوف ذا ايرون مور ذان ذا نيد اوف ذا بودي، اكثر من احتياجات الجسم هو يحصل امتصاص، والامتصاص ترسب بالهيباتوسايت. لكن اللي تشوفوه امامكم هو احيانا يعني ما نقدر نميز هل هذه يسال سائل هل هذه كوليستيسيس كوليستيسيس ولا احتاج سبيشال ستين، احيانا يعني سبيشال ستين فور ذا روشن فلو فور ذا ايرون تبين لنا انه هذا ايرون موبايل. الليفر هو اندر ذا انفلونس اوف ذا درينج، فهو مكان للبزل الى حد ما يعني، لذلك اكثر المالينسي ذات ار ميتاستاسيس تو ذا ليفر اند لانك. ليش؟ لان الليفر يحيا في ديوال سيركيليشن واللانك فيها ديوال سيركيليشن، اللانك فيها بالمونري والسيستميك والليفر فيه البورتر والسيستميك، سو ذات اكثر البلد يندفع باتجاه الليفر واللانك اضافه الى البرين والبون. مو بس التيومر، حتى الانفكشن يعني جي اي تي انفكشن احيانا تحمل بالبلد وين؟ للليفر، منها الاميبياسيس البايوجينيك اند سون. This is a picture for the amoebic abscess. يعني هذا الليفر مع وجود سنترال نيكروتيك اريا بيرنت اريا، هذه المنطقه الدارك والبير، and this is the margin of the granulation tissue وهذه البايروت تيشو. هذه البايروت تيشو ما فيها مشكله، هذه granulation tissue في حدود ما بين النيكروتيك بيرنت فوساي اور اريا اوف ذا amoebic abscess and the periphery of the viable tissue. So that is a hepatic abscess. نسميه hepatic abscess. ممكن يكون biogenic، ممكن amoebic، ممكن parasitic، whatever يعني. لكن يهمنا الآن أن نعرف أن هذا يظهر بهذا الشكل. Necrosis, extensive necrosis with bare area in the center of the necrotic area. السيروسيس هو الـ end stage of the damaged liver ويظهر بمظهر خارجي on the جروس ابيرنس بهذا الشكل ملتيبل نوديول. راح نشوف انه الليفر تحول الى نوديولز. كل هذه النوديول هي عباره عن منين اجت هذه النوديول؟ باختصار شديد وواضح الليفر حصل فيه دمج تماما، واحنا نعرف الهيباتوسايت هي ستيبل سيل، اذا حصل دمج تحفيز لها ممكن تنقسم
وترجع تحاول تعوض المفقود، صح ولا لا؟ تمام. فاذا حصل دمج للليفر، whatever the cause of the damage، سواء توكسين، ايثانول، whatever، يعني كرونيك هيباتايتس، اي مشكله تسبب لنا ضرر ودمج للليفر وتقتل الهيباتوسايت، اكيد راح تحفز الهيباتوسايت المتبقي فايبل هيباتوسايت. فنفترض انه من كل 100 بقت واحده، هذه الواحده راح تنقسم مره ثانيه، والاثنين يصير اربعه، والاربعه يصير وهكذا، معادله جبريه الى ان نحصل على كتله من الهيباتوسايت. لكن الغريب او المفجع في الوضع في الامر انه هذه الكتله هي غير مرتبه نسيجيا از ساينوسويد، وانما فقط كتله من الهيباتوسايت، واحده بصف الثانيه واحده بصف الثانيه، ما فيها الترتيب النسيجي اللي كان موجود في الليفر. هذه نسميها نوديول، هيباتيك نوديول. الخلفيه الليفر هي دمرت اصلا، واللي متبقى هو النوديول وحولها فايبروسس. فايبروسس از سيكولي فور دي نكروسس. اي نكروسس واي كرونيك انفلاميشن حتما راح يعتبر فايبروسس. فبالتالي راح نحصل على هذا الشكل، ما تبقى من الهيماتوسايت سواء كنا نوديول هنا ونوديول هنا ونوديول هنا، وما بينها هو فايبروسس، والخلفيه النسيجيه للليفر تماما دمرت. وهذا شرط اساسي من شروط تعريف السيروسس، حتى نقول هذا الليفر هو سيروتيك ليفر. الشرط الاساسي انه ما في هيباتوسايت هيستولوجي نورمال، ما كوسانيسويد، ما في رو اوف دي هيباتوسايت سانيسويد، هذا النورمال هيستولوجي اختفى تماما، لان المنطقه تماما مسحت، وما تبقى من الهيباتوسايت ار ديفايدد اند فورمينج مالتيبل نودول وذ اكستنسيف انتربينج فايبروسس. هذه الصوره ما تنطبق في الكارديك سيروسس. الكارديك سيروسس ما كان فيه نكروسيس، ما في فايبروسيس، ما في نوديول اند سو. طبعا نشوف النوديول قسم منها مايكرو وقسم منها ماكرو، ممكن يكون ميكسشر، لكن احيانا اكو اسباب او اندرلاين كوزز فور ذا سيروسس تكون نسميه مايكرو نوديولر وماكرو نوديولر، وتقسم حسب السايز. 3 ملم هو السايز اللي ما بين نسميها ماكرو ومايكرو، و ذيرز اليس فور ذا اندرلاين كوز، ممكن تاخذوها في الهيماتولوجي في مكان اخر، لكن اللي هنا الان نشوفه من صوره النوديولز. هذه الصوره اذا تشوفوها تخيل انه كل الباك جراوند اوف ذا ليفر ار ديسترويد، وما تبقى من الهيباتوسايت الفايبل حاولت تبني اعاده بناء الى ان كونت لنا نوديول بهذا الشكل، ونوديول بهذا الشكل، ونوديول. So that with extensive background of the fibrosis in the liver. So excessive destruction of the background, nodule, hepatocyte nodule, and fibrosis ما بين النودول. هذه features of the cirrhosis. طبعا السيروسس واحدة من أسباب الهيباتيك فيلر، والهيباتيك فيلر لها ستيغما فور ذا مانفستيشن، واحدة من الستيغما احنا مرينا عليها في أكثر من مكان، منها الفاريسز، منها الهيمورويد، منها هذه الكبت ميدوزا اللي هو engorgement of the cutaneous veins بهذا الشكل، تظهر بهذا الشكل on the surface of the abdomen under the influence of engorgement. يعني السيروسس هذا حتى قبل السيروسس، من كان فايبروسس احنا تكلمنا انه راح يسوي لنا دمج للنورمال فلو اوف ذا بلاد والنورمال فيزيولوجي، فبالتالي البلد راح يرجع باك جراوند باتجاه السبلين، حتى يسوي لنا سبلين اوميغالي باتجاه السيركوليشن السيستميك سيركوليشن، يسوي لنا الاسوفيجال فاريسيز ومشاكل كثيره من الانجورجمنت اوف ذا بلاد. واحده من الادويه هو الكابيك ميدوزا ذات ابير اون ذا سيرفس اوف ذا ابدومينال سكين. ريجاردينج ذا تيومر اوف ذا ليفر، الليفر primary secondary. There are two types of the tumor, either primary or secondary. Secondary هو الميتاستاسيس اللي جاي من مكان آخر. وأغلب التيومرز of the liver are secondary because of the أسباب كثيرة، من أول الكمية السيركوليشن اللي توصل أكثر، هو يعتبر drainage for the GIT, for the renal and so on. إضافة إلى النيوترينت، الليفر فيه نيوترينت يوفر بيئة مناسبة للgrowth of the malignant. يعني malignant cell من طلعت من مكانها، خلينا نفترض هي كانت في الكدني أو في الأوفري، anyway من طلعت من مكانها أكيد راح تفتر بالcirculation لحد ما تلقى مكان مناسب تعيش فيه. فالليفر هو أنسب مكان للعيش بالنسبة للmalignant cell، نيوترينت موجودة، circulation موجود عالي، فبالتالي يكون أكثر مكان هو for the secondary هو الليفر. هاي واحدة. ثانيا الليفر ممكن يكون ببناء مالجنت، والليفر ممكن يكون
المالجنت التيومر ممكن يكون من الهيباتوسايت وممكن مو من الهيباتوسايت، من اي خليه اخرى في الليفر، منها البلاد فيزلز، انجيوما، الليمفوما، الساركوما، ومنها فيما يخص الليفر احنا نتكلم منها البايل داكت تعطينا الكولنجيو كارسينوما. هاي مو هيباتوسايت كارسينوما، هذه بايل داكت ابيثيليوم. لذلك احيانا احنا نتكلم نطرق عليها بعد شويه انه نحتاج ان نبحث عن البايل بيجمنت، يعني في مراحل معينه او في حالات معينه ننظر للتشو ما نستطيع نقول هذا شنو، هذه هيباتوسايت كارسينوما ولا كولنجيو كارسينوما، ندور على البايل. فاذا لقينا الخليه المعنيه بها بايل فهذه هيباتوسايت، تمام. فالبايل هو دليل على وجود البايل ميتابوليزم. لذلك هذه الويل ديفايند نوديول اور ماس عند البريفري اوف ذا ليفر عند الدايفرام، هذا الدايفرام في اطراف الليفر نجد التيومر بهذا الشكل. ويل ديفايند هذه ادينوما ولونها جرينيش يلوش، دليل على وجود البايل. ما زالت ان سبايت اوف التيومر، هي مالجنت مو مالجنت، هي بناين تيومر، هي نيوبلاستيك سيل، لكنها ما زالت تتعامل مع البايل، يعني تنتج البايل ويصير فلو اوف ذا بايل، لذلك اللون مالها يعكس. اذا اخذنا مقطع من هذا المكان راح نشوف النورمال والادجيسنت ادينوما. هذا هو النورمال، هذا هو النورمال، هذا السينوسويد، هاي الهيباتوسايت ما بينها، وهذا البورتال تراك، وهذا هو التيومر. التيومر عباره عن شيتس اوف هيباتوسايت فيها سينوسويد الى حد ما، ما زالت اوعيه دمويه موجوده، واذا بحثنا يعني الشكل مالها ما زال يوحي انه هي هذه هيباتوسايت، يعني مو صعبه انه نقول هذه هيباتوسايت، يعني حتى لو احنا ما عندنا اي فكره سابقه، يعني انا اللي اجيب لكم هذا المقطع فقط اقول لكم هذا شنو الخلايا راح تقول هيباتوسايت. So that adenoma is a benign tumor of the hepatocyte that are composed of the cluster of the hepatocyte and forming a nodule separated from the from the normal adjacent liver parenchyma cell by the fibrous tissue. هذا الحاجز اللي هو الكبسول اللي يحجزنا. خطورة الأدينوما أكثر شيء تحصل في اليانج فيميل اللي يأخذون كونتراسبتيف، وخطورتها إنه أحيانًا تسوينا ركشة. كونها قريبة من الدايفرام ممكن يحصل فيها ركشر ويسوي لنا شوك بريتونيال ريليز اند سو اون، تسوي لنا شوك. هذا الادينوما. الهيباتوسيل كارسينوما اذا نقارنها مع الادينوما نشوف التيومر هيتروجينس غير متجانس، مناطق فيه دارك، مناطق فيه النكروتيك، هذه ريد براون جراي، هذه من جانب. من الجانب الثاني نشوف ملتيبل نوديولز خارج المين بلك اوف ذا تيومر، هذا دليل على الاكستنشن اوف ذا تيومر خارج المكان الاصلي، نوت ويل ديفاين نوديول بالمقارنه مع الادينوما. اذا ننظر على المستوى المايكروسكوبيكال بيكشر، اذا هذا الجانب اذا تنظرون بهذه الزاويه فقط ممكن نتفق نقول هذه هيباتوسايت، لكن اذا ننظر هنا نقدر نحدد الهيباتوسايت، خصوصا وين كان هذا المقطع اقرب ما يكون للهيباتوسايت، يعني ويل ديفرنشيتد هيباتوسيلر كارسينوما. لكن نشوف الفيتشرز اوف مالينسي، سيلاريتي عاليه، الميليومورفيزم قسم منها جاينت سيل، هايبركروماتيك، مايتوتيك، هذه مايتوتيك، هذه مايتوتيك، هذه مايتوتيك، مايتوسس عالي، كل دارك هذه هي مايتوتيك، هذا مايتوسس وهذا مايتوسس اند سو اون، هذا مايتوسس. سو ذات هايلايت اوف ذا مايتوسس وكل فيتشر اوف مالينسي موجوده، فهذه نسميها هيباتوسيلار كارسينوما. طبعا بالعموم يسموها هيباتوما بالكلينيك، شو تحكي هو خطا مو هيباتوما، يعني الكلمة اوما تضاف للبناين سوفت تيشو تيومر فايبروما انسو هيباتوسيلر كارسينوما مالجنت تيومر اوف ذا هيباتوسايت. طبعا هذا هو ديفرنشيتد، يعني هذا الهيباتوسيلر كارسينوما هو ديفرنشيتد، ما زلنا كل الان نقدر نقول عنها هيباتوك تيومر، يعني اذا الصوره بالنسبه لكم يعني واضحه الى حد ما هيباتوك هيباتوسايت، لكن في مناطق معينه نجد فيشر اوف مالجنسي، هذا الميليومورفيزم، جاينت سيل، مايكروسيس، وهذا خلاص هذه هيباتوسيلر كارسينوما. لكن في حالات اخرى لا نستطيع ان نحدد في البولي ديفرنشيتد، هذه ويل ديفرنشيتد، لكن بتكون بولي ديفرنشيتد ما نستطيع انه حتى ما نلقف انه اكو فيشر اوف ذا هيباتوسايت ديفرنشيشن، نحتاج نبحث عن البراون بيجمنت اللي هي البايل. Another type of the malignancy هو البايل داكت ابيثيليال مالجنسي، يعني المالجنسي للخلايا المبطنه للبايل، هي مو هيباتوسايت، هي تماما تختلف، ما لها علاقه لا وظيفيا ولا نسيجيا.
فلذلك ممكن تحصل فيها مالدنسي ممكن نسميه كولنجيو كارسينوما. الصفه الاساسيه، الصفتين الاساسيه، واحده سريريه، السريريه انه مين برزنتيشن اوف ذس تيومر از جوندس، لان هي لايننج اوف ذا بايل، فاي مشكله فيها تضايق لنا البيير فلو. اول برزنتيشن يحصل جوندس، راح يحصل ريتينشن في البايل ويظهر على شكل جوندس ايتشينج وكل مانفيستيشن اوف ذا جوندس. نعم. والصفه الثانيه نسيجيه مايكروسكوبيكال بيكتشر هو اكسسيف سكليروسيس، يعني حتى تكون فير هارد مثل الخشب صلبه because of extensive fibrosis and نسميه سكليروسيس، تصلب شديد ما بين هذا ما كنا نجده في الليفر، الليفر كان كله عباره عن كتله من الخلايا، الان نجد ما بين كلاستر اوف سيل اكسسيف فايبروسيس سكليروسيس، فبالتالي هذا فايبروسيس وهذا كله هذا مناطق البنكش كلر ار سكليروسيس collagenous material under the influence of the malignancy in the bile duct. So that is a cholangiocarcinoma. Clinically present as the jaundice, microscopically characterized by the sensitive sclerosis. مثل ما تكلمنا انه المالignancy in the liver the most common هو السكندري، والسكندري يكون على شكل شاورينج. شاورينج فممكن تقع اكثر من مكان من الليفر لوبيولز as deposit of malignancy من الكولون، من الكدني، من الاوفري، من اليوترس، anyway من اي مكان اجى يحصل لنا شاورينج وين؟ للليفر، فممكن في اكثر من مكان يحصل ديبوزيت بهذا الشكل، نشوف مولتيبل ديبوزيت اوف ذا نودول او بارت سايز. هذه مو سيروسس، قسم من الطلاب في وقت ما شخصوها السيروسس، لا هذه مولتيبل نودول جروس، هذه البكتشر جروس، هذا النودول ليش نودول؟ بينما الليفر اغلب الليفر مالجنسي اغلبها خلينا نقول 99% هي تكون از سنجل ماس، ممكن تكون تو ماس ممكن نادرة، لكن الأغلب هي تكون سينجل ماس، بينما الميتاستاسيس أغلبها تكون ملتيبل ديبوزيت أكثر من مكان في الرايت لوب في الليفت لوب أند سو أون. فعادة إحنا إذا مريض عنده مشكلة في الليفر وحدا له سي تي وقال السي تي إنه أكو تو ماس إن ذا رايت أند ليفت لوب، أول ما يتبادر ذهننا الميتاستاسيس راذر ذان ذا برايمري، هاي الفكرة إنه أكثر يكون ميتاستاسيس. مع إحنا لسه ما أخذنا هيستولوجي أو كذا في يعني بايوبسي من الليجن، لكن multiple deposits indicate the presence of the. هذا مثال آخر للميتاستاسيس. إذا ننظر إلى هذا الجانب نشوف الهيباتوسايت ساينسويد مع وجود براون بيجمنت، هذا نورمال ليفر تيشيو، في هذا الجانب مالجنسي لكنه ما يشبه الهيباتوسايت، هذا ميتاستاسيس سكندري تيومر that are deposit from elsewhere. هذه الخلايا لا تشبه هذه الخلايا في الأصل، هذه ميتاستاسيس فروم ذا بريست فور اكزامبل اني وير، لكنها مو هيباتوسايت بالتاكيد، هي مو هيباتوسايت كلاستر اوف مالجنس سيلز بهذا الشكل نوت ديفان. احيانا من تختلط الصوره في مراحل متقدمه نسميها انابلاستيك تيومر، نحتاج ميون ستين ماركر ذات ديفرنشيت ذيس از برايمري ولا هيباتيك، واذا كان برايمري منين؟ من اللانج ولا من الليفر من الستومك ولا من الرينال اند سو. هذه كانت المفروض من البداية يعني توضيحية، لكن ما مش يعني هذا مكان الفلو في بايل from the hepatic يعني common bile duct اللي عم تنزل على الفيرياتيك، وهذا الفلو في بايل this is stone liable to be obstructed in the common bile duct and causing the. طبعا ال gallbladder stone may associated with tumor، يعني ممكن اكو علاقة طردية لكنها مو حتمية، يعني اكثر اللي عندهم اغلب طبعا اغلب الكوليستايتس اغلب الجول بلادر سيرجري هو بسبب الكوليستايتس، اغلبها ترفع بسبب الالتهاب المزمن نجد فيها ستون نسميها كالكولاس كوليستايتس، وهذا تاخذه بالجراحه بتفاصيل اكثر. احيانا بالصدفه نجد مع الجول ستون والانفلام وول نجد تيومر في الجول بلادر، هي رفعت از ستون كل ستايل مش وذ بيس اوف ذا ستون، يعني بالسونار بينوا شافوا الستون وشافوا الفلين ان ذا جول، حتى هذا المكان اللي يشوفوه الشكل بالسونار ويشوفون مع ستون يعني كانه يعني فيتشرز اوف ذا انفلامد وول اوف ذا جول بلادر. اللي يحصل انه احيانا نشخص او نجد تيومر مالجنسي اسوشيتد وذ ذا ستون، شافوا علاقه طرديه لكنها مو حتميه، الى الان ما اثبتوا انه الستون يسوي لنا مالجنسي، هذا المالجنسي ماي بي
ديفيوز انفلتريتنج بودي دوار، واحيانا يكون بهذا الشكل كولي فلاور لايك بولي بويد ماستر ذا لومن اوف ذا جول بلدر. موست اوف ذا تيومر اوف ذا جول بلدر ار ادينا كارسينوما، هي جلاند نادر جدا معها سكوير ما صدعت انفلتريتنج دوار انسايد. طبعا اكو شيء اسمه ساينس بالجول بلدر بالكرونيك كوليستايتس. شنو نسميه الساينس؟ شنو هو الساينس؟ الوول، تخيل هذا الوول اوف دي جول بلدر بسبب وجود الستون المستمر، احيانا هذا الابيثيليال لاين تنبعج الى الداخل انكلودد الى الوول وتسوي لنا ساينس داخل بهذا الشكل، يكون هذا الانفلات بهذا الشكل لكنها بناين ابيثيليال سام. شنو هي؟ ها؟ تمام؟